ما هاد الناس كانوا تيهضروا بانه على التراث والتراث المتنقل معروف والتراث المادي معروف اللي تيدخل الاموال، وهذا تراث لا مادي. يعني بيقوموا زعما ينهضوا باش ينقضوا هذا التراث، هذا الموروث الثقافي، اهلا وسهلا. ولكن واش كلمه وفعل ولا هي بلا فعل؟ انه سنين هذه وحنا تنسمعوا هذا الشيء، سنين وحنا تنسمعوا انه راه بينقضوا جامع الفناء، بينقضوا الروات، اذن صحه جامع الفناء غاديه وتضيع شيئا فشيئا. الا كانوا يهضروا لنا على هذا الموالي الماكله بعده اللي هما ولاو احتلال، كانوا تينزلوا من 5 ل 12 الليل، ولاو دابا حاليا من الصباح للعشيه 24 ساعه على 24. حنا الروات كنا تنخدموا مع الصباح، لكن مني تنبغي دابا نجيو مع الصباح فين غادي نخدموا؟ اذن المجلس الجماعي اللي هو قتلنا وهو اللي خرج علينا وهو اللي دفننا وحنا باقيين حيين، مادام بانه سمح ساحة جمع الفناء باقيه كانه فوضويه عشوائيه لا ريب بانه شي حاجه تنقول انا ما كايناش، او الا تصحت شي حاجه تنقول ربما هذه يكون يقضى ماشي حلم. ينقصوا من المرقه الا بغاو الحلقه، انه والله المرقه راه جرات علينا. شوف هما اللي الماكله اللي هما صبحوا بانه قلت لك راه محتلين البلاصه. هذه واحد المده كانت جات منظمه اليونسكو في 99 او 91 ما عقلتش، ومنظمنا حنا اللي مثلنا جامع الفناء فوتيلا 3 سنين. نعود كانوا كيقولوا لنا هاد الناس وكيقولوا ان صح جامع الفناء غادي يدير واحد الشهريه لهاد الحكواتين، وكنا 13 حكواتي، وكيقولوا ان جامع الفناء ديال الحليقيه. ولكن دابا تقول شي حكواتي بقى 7 سنين ما بقيناش كنخدموا، ولات ديال التجاره. الحليقي الا جا ينزل تيقول ليه نوض، وما عندش الحليقي فين يهضر. وحنا جامع فنا ضعنا منها، حنا طبينا فيها من 68 وكبرنا في جامع فنا، جامع فنا منا، جامع فنا عندنا، حنا بحال شي حوت وسط بحر، ملي كنخرجوا من جامع فنا كنموتوا. وهاد الناس الله يهديهم عندنا، ما عمرهم عاونونا بشي حاجه ولا داروا معنا شي حاجه ولا، الحكواتيين كاين اللي مات وجمعنا ليه الفلوس من الحلقه باش دفناه. تقول شي حكواتي بقى، وانا هذه مده ديال قلت في الشريط الوثائقي اللي عمل معايا الالماني توماس، سولني كنا 13 حكواتي وقال لك واش كيفاش هذه الحكايه، واش غادي يدوم وغادي يكون الخلاف؟ قلت له ودي من دابا 5 سنين ما بقيتش تلقى شي حكواتي، وداك الشيء اللي قلت هو اللي وقع في جامع فنا، لاجل ما كاينش شي مسؤول اللي كيتكلم على جامع فنا. مالي البخور اللي كانوا كيجيو في رمضان تيقعدوا 7 ايام ويمشيو في حالهم، طريزاسيون ديال 7 ايام طندان، طريزاسيون ديال 7 ايام تعاشورا، دابا ولاو 20 داير البخور بالبرارك، عمرونا جامع فنا الصغير. انا كتجيبوا منظمه اليونسكو وتيجيو الناس اللي تيبغيو يشوفوا الحكواتي تيشوفونا قدام كاريفرنس، بلاصتنا قدا قد الخلا. دابا ما بقيتش تقدر تهضر، الا تمشي تبغي تنزل ينوضوا البياع والشراي يخليو ضربوك. وتنطلب من المسؤولين يشوفوا في جامع فنا ويعاودوا يراجعوا على جامع فنا، لاجل جامع فنا عادي تموت وما عادش يبقى شي حكواتي. دابا بقات المرقه وبقات المالي الماكله وبقات البياع والشراي، وهذا الشيء اللي كنقول لكم، جامع فنا ما بقاش فيها طوات شفوي مادي، ما بقاش، بقاو غير مالين العشابه والشوافه أم وعيسوى، ما بقى حكواتي، ما بقى بقشيش، ما بقى تقول الفوجة بقات في جامع فنا. وهاد الناس اللي كيجمعوا من كل خطره يجيو يبداو يكذبوا علينا، راه بنادم تيكذب عليك اليوم تيكذب عليك غدا، كتعرفوا انه كذاب. بغينا نديروا، بغينا نفعلوا، بغينا نتلو، داك الشيء كله حبرين على ورق. وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم، وتنطلب من الله التوفيق هاد الناس ينتبهوا لينا وينتبهوا لهاد الساحه باش يكون عندنا واحد شويه الخلاف، باش تبقى جامع فنا ديما مستمره. ما الا بقات على هذا الحال، مشات جامع فنا هباء من تراب، وديوها البيع والشرايا، وما عادش تبقى الحلقه فيها. والسلام عليكم ورحمه الله.